نستهل جولتنا عبر الصحف في أمريكا الجنوبية بصحيفة أولي الرياضية التي قارنت رحيل ليونيل ميسي عن نادي برشلونة بالقنبلة العالمية في مجال كرة القدم الاحترافية. وبالنسبة للصحيفة الأرجنتينية، يمثل رحيل ميسي نهاية الأسطورة في النادي الكتالوني الذي أعلن عبر بيان صحفي أن عميد المنتخب الأرجنتيني لن يتمكن من تجديد عقده مع برشلونة. وفي البرازيل، أفادت أوغلوبو أن رئيس المحكمة العليا ألغى اجتماعا مع رئيسي مجلس النواب والبرلمان ورئيس الجمهورية جاير بولسونارو بسبب الانتقادات المتكررة التي ارتكبها الأخير ضد العدالة. وتذكر الصحيفة أن هذا الصراع المؤسسي بدأ العام الماضي وتصاعد التوتر مع حملة لا هوادة فيها أطلقها الرئيس ضد صناديق الاقتراع الإلكترونية المستخدمة في البرازيل منذ عام 1996. وفي كولومبيا، كتبت التيمبو أن السلطات أحبطت هجوما بالمتفجرات على العاصمة بوغوتا، وقال وزير الدفاع دييغو مورانو أن الهجوم دبره منشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك، وهي جماعة مسلحة تم فكها بعد اتفاق سلام أبريم عام 2016 مع الحكومة. وفي الشيلي، ذكرت صحيفة لاناسيون أن رئيسة مجلس الشيوخ ياسنا بروفوست تواصل حشد الدعم السياسي قبل ترشحها للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وذلك بعد إعلان حزب سيودادانوس عن دعمه لها.